بنروح لمحمود. محمود متواجد طبعا محمود في ابراج الامارات. نعم. مجددا نصبح نعم. عليك محمود، صباح الخير. تحيه لك عبد الله وتحيه لكم ساندي. نعم صبح عليكم. دبي كخلية النحل يا جماعة، الأحداث في كل مكان، يعني الازدحام الذي ترونه الآن حول المكان اللي نحن فيه، لأنه معرض أرب هيلث طبعا الناس من جميع يعني أنحاء العالم أتوا إلى دبي لهذا الحدث، وفي نفس الوقت نحن هنا في هذا المكان، وكأنه أيضا كما أخبرتكم كأنه خلية نحل، مجموعة من المبدعين نحن هنا في أبراج الإمارات وتحديدا في مركز دبي للإبداع، وهنا للتصميم، عفوا مركز دبي للتصميم، حيث يجتمع هنا نخبة من الفنانين والمصممين لمجموعة من المبادرات نتحدث عنها ونتعرف عنها أكثر مع أمل بن شبيب الرئيس التنفيذي لمركز دبي للتصميم. أهلا وسهلا بك، أجواء إبداعية جميلة فعلا، محفزة وملهمة. نخبر الناس اولا جمهور دبي هذا الصباح، ما هو مركز دبي للتصميم؟ اكيد اول شيء صباح الخير. مختبر دبي للتصميم هو مبادرة تابعة لمؤسسة دبي للمستقبل. نحن كمختبر نعمل على تطوير الحلول والمبادرات باستخدام أدوات التفكير التصميمي والتصميم المرتكز على الإنسان، اللي هو التصميم اللي ياخذ بعين الاعتبار احتياجات المستخدم واحتياجات المجتمع في نفس الوقت. والحمد لله يعني اليوم تشوف الناس مجتمعين في إصدار مجلة أصفر العدد الثالث. هذه المجلة نحن نصدرها بشكل دوري، المجلة نطرح فيها بعض المواضيع اللي نحن نشوفها ذات أهمية بالنسبة للمجتمع. العدد الثالث يشوف موضوع الانتماء، نحن نشوف الانتماء هو أول خطوة في بناء المجتمع، ولذلك نحن كمصممين مهتمين بتطوير الحلول للمجتمع، محتاجين نفهم شو هو الانتماء بالنسبة للفئات المختلفة في مجتمع إمارة دبي ومجتمع دولة الإمارات. أمل، في هذا المكان عندما نأتي إلى هذا المركز، كيف يمكن أن يستفيد مجتمع دبي من مكان مثل هذا الذي فعلا يعج به المفاجآت، ولكن نريد أن نسبر أغوار هذا المكان لنتعرف أكثر، كيف يمكن أن نستفيد منه؟ أكيد نحن كمختبر نعمل بشكل مباشر مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية، ودائما لما يكون عندنا موضوع مطروح لوضع الحلول المبتكرة له ننزل للميدان ونفهم من أفراد المجتمع اللي معنيين بهذا الموضوع. فلنأخذ على سبيل المثال الموضوع الاقتصادي، فبنضطر أن احنا نشوف الاقتصاديين الخبراء وأيضا أفراد المجتمع اللي يلامسهم هذا الموضوع، ونفهم منهم شو هي التحديات اللي يواجهونها، شو هي تطلعاتهم وطموحاتهم، ونبدأ بالتصميم معاهم يدا بيد مع الخبراء في تطوير هذه الحلول والمبادرات. ما هي الأدوات التي توفرونها لهم، يعني تدريب أو نوع من يعني الاختبارات التي أو مختبرات الابتكار؟ أكيد نحن كمختبر عندنا برنامج التصميم الحكومي، وهو برنامج ندرب فيه الكفاءات الحكومية على استخدام نفس الأدوات اللي نحن نستخدمها كمختبر ولكن في مجالاتهم المعينة. نتمنى لكم التوفيق دائما. أمل بن شبيب الرئيس التنفيذي لمختبر دبي للتصميم، شكرا لكم على هذه الكلمات، ونتمنى لكم النجاح دائما. لا نحن اللي نتسامح منك، خليك ما قصرت، تسلم، شكرا. وفعلا من هذا المكان الجميل ساندي وعبد الله، اتمنى ان تزوروا هذا المكان فعلا، واتمنى ايضا ان يكون هناك مجموعه من الزيارات والاستفاده من مثل هذه الاماكن لكل مجتمع في دبي، هذه الاماكن التي تحفز على الابداع والابتكار. من هنا من هذا المكان الرائع عوده اليكم مجددا ساندي وعبد الله.